الله يبارك فيك. شو شعورك فادي لتنا وانت تتوجي كخريج؟ والله شعور جميل جدا انه تخرج من الجامعة الإسلامية. لمين بتهدي نجاحك في هذه اللحظات؟ لوالدي ولستي الله يرحمها، لاخوالي ولاخواتي. شو شعورك في هذه الأثناء وهي تتوج كخريج؟ الحمد لله مبسوطين كثير، وجايب لها هدية هي مش متوقعها. الا هذه مش متوقعة. يا ريت كل الهدايا هيك. شو بتحكي لأبوك بمناسبة هذه الهدية الحلوة؟ الله يحفظنا إياه يا رب يعني. شكرا لكم وألف مبارك تخرجكم. كما ترون والد الخريجة يهديها مبلغ من المال مباركة بتخرجها.